الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في صلاح الدين كريم الدليمي إن أسعار الحنطة قد ترتفع بنسبة 40% بسبب ارتفاعها عالميا وتقليص الخطط الزراعية الشتوية. وأضاف دليمي أن سعر الحنطة قد يصل إلى 900,000 دينار للطن الواحد في ظل الأزمة العالمية في الأسواق المصدرة وقرار مجلس الوزراء الأخير برفع أسعار الحنطة إلى أكثر من 30% عن المواسم السابقة. كشف تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة وذكاء الأعمال أن 10 دول بينها العراق مساهمة في 70% من انبعاثات حرق الغاز في العالم. ووفقا للتقرير، فإن روسيا والعراق وإيران وفنزويلا ونيجيريا وأمريكا والجزائر والمكسيك وليبيا والصين ما زالت تمثل مجتمع أكثر من 70% من انبعاثات حرق الغاز في قطاع الاستكشاف والإنتاج حول العالم. وأضاف التقرير أن التطورات الإقليمية تظهر جهود العالم للحد من نشاط الحرق مع السعي لخفض الانبعاثات، فإن قائمة المساهمين الرئيسيين لم تشهد تغييراً. أغلق سعر خام البصرة الثقيل على خسائر أسبوعية بلغت أكثر من 8 دولارات بعد انخفاض أسعار النفط عالمياً. وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر بنسبة تغيير بلغت 1.8% ليصل إلى 100 دولار للبرميل الواحد، ليغلق على خسائر أسبوعية كبيرة بلغت 8 دولارات. أما بالنسبة لخامات منظمة أوبك فقد انخفضت أسعارها مع إغلاقها، إلا أنها سجلت خسائر والبعض منها مكاسب أسبوعية، حيث سجل خام العربي السعودي 103 دولارات للبرميل وسجل مكاسب 9 دولارات أسبوعيا. هذا وسجل مسيج مربان الإماراتي 107 دولارات للبرميل. حذر صندوق النقد الدولي من تداعيات توقف الغاز الروسي على اقتصاد أوروبا. وقال مدير فرع الصندوق في أوروبا ألبرت كامر إنه بالإمكان أوروبا تدبر أمرها من دون الغاز الروسي لمدة 6 أشهر، لكن التداعيات الاقتصادية ستكون شديدة بعد انقضاء هذه المدة، مبينا أن إجمالي الخسائر للغاز الروسي وإمدادات النفط قد تكلف الاتحاد الأوروبي 3% من إجمالي الناتج المحلي بناء على مدة قسوة الشتاء المقبل. وحض كامر دول المنطقة على اتخاذ سلسلة خطوات لتخفيف حدة الضربة، بما في ذلك تخفيف الاستهلاك من أجل بناء مخزون جيد. أما الآن فإلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز بأمان الله.